وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، ورح تكون مع علم الطاقة وخبراء الطاقة. دائما بيحكوا بموضوع النية، دائما لما بدك توصل لأهدافك أو بدك تحط هدف انوي. رح نعرف أول شيء شو هي طاقة النية، كيف أو شو علاقتها بطاقة الجذب، وكثير من التفاصيل أكيد مع أخصائية علم الطاقة غالية بغدادي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك حبيبتي. صباح الخير غالية، اشتقنا لك كثير حبيبتي وأنا اشتقت. بالبداية دائما يعني نحن بننوي، ولكن في ظروف، في يعني قصص بتوقف عقبة بوش هي النية. بالبداية خلينا نحكي كيف فينا ننوي نحنا، وكيف فينا نتحدى الظروف القاسية وإنه نيتنا هي تتحقق. تماما. هلا بالبداية إذا بدي أحكي شو هي النية أو شو يعني مثلا طاقة النية، هلا النية أكيد هو موضوع بيكون ببالك أنت عم بتفكري فيه، تمام، أنت ناوية تعملي أو حاطة ببالك. هلا ببلش الموضوع أحيانا بين العقل والقلب، هذا التناغم، إنه بتحسي حالك يا صدرك كيكة من شرح للموضوع بدك تعملي أو لا، فبيكون حديث نفس بينك وبين حالك، هيك خطوة أولى. بس وين الموضوع الأكبر بيكون؟ إنه أنت بشو عم بتفكري؟ هل أنت تفكيرك حاصرتي بشيء أو بإنجاز هو إيجابي، أو أنت عم بتفكري بشيء سلبي؟ هي هي كيف أنا أني فيني تكون نيتي ضابطة أو لا. هلأ نحن معظم الأوقات عطول بننوي مثلا أنا بدي أعمل موضوع، بس عطول فورا بتجيني النية الثانية اللي هي أنا بدي أعمل هيك بس أكيد ما حتزبط، أنا بدي ساوي هيك مثلا، بدي أقدم على شغل جديد مثلا، فورا أنت شو بيكون الرد عندك داخلي؟ أنه أكيد ما حتزبط، انت حطيتي النيه، يعني حطيتي النيه الايجابيه وفورا صديتي السلبيه، تمام. فعقلك الباطن بيشتغل على هي الفكره او على هي الفكره يلي هي ممكن تكون مغلوطه 100%. هلا اهم شغله انا لما بدها تكون نيتي صحيحه، اول شغله ما بده يكون بالقلب ولا نقطه خوف ابدا. يعني انت لما عم تشتغلي بده يكون على طول ما في ولا نقطه خوف عندك، يعني خلص انت حاطه النيه، النيه منيحه اني انا مثلا ممكن بدي سافر، بدي اقدم على شغل جديد، بدي اعمل مشروع جديد، ما لازم يكون عندي هذا الخط الثاني اللي هو انه ما حيزبط حتى لو بيني وبين حالي. الفكرة الأكبر وين بتكون؟ لما أنا ببلش طلع نيتي وأحكيها نح الناس. يعني أول شيء بيكون عقلي الباطن عم بيشتغل عليها، تمام، أنت مثل ما عم بتفكري عم تجذبي. الشيء الثاني لما بدها تتحول لكارما كونية بتكوني أنت بلشتي تحكي بالقصة. وين الغلط بالموضوع؟ ليش نيتنا ما بتزبط؟ لما نحن بنكون عم نحكي عن نية وفورا بنجي بعدها بحديث سلبي اللي هي يا ترى بيزبط ولا ما حيزبط، فأنت هون كسرتي الشيء اللي انت عم تشتغلي عليه صح. مشان هيك بتقولي انا نويت وعملت بس ما زبطت. طيب كثير بنسمع بين الناس متداول مثلا بيقولوا انما الاعمال بالنيات، صفي نيتك حسب نياتكم ترزقون، دائما اسم او كلمه النيه موجوده. كيف فينا نفعل موضوع النية؟ كيف فينا نوظفها بأسلوبها الصحيح؟ تماما. هلا نحن على طول لما بدنا نشتغل على موضوع النية عن جد نصفي النية، عن جد نفكر بطريقة إيجابية، إني أنا مو تكون نيتي أو النوايا اللي أنا عم بنويها إنه بدي أأذي هاد وبدي أزعج هاد وبدي مثلا أعمل قصص، لأنه هو الكون صدى، مثل ما بترسلي رح ترجع لك، فأنت النية اللي عم ترسليها بدها ترجع لك إجباري، فأنت على طول لما بدك تنوي انوي على شيء خير، حتى الخير حيرجع لك اكيد. فانت انوي بدي ساعد، بدي اعمل خير ان شاء الله، مثلا اذا زبط هالمشروع انا مثلا بدي خلي منه شيء مثلا للفقراء، اذا انا عملت هيك بدي اعمل. عطول خلي النوايا يكون مقرون بشيء ايجابي، تماما، يكون بشيء ايجابي وانوي منه، وانوي منه حتى الخير. يعني اذا صار هيك انا بدي اعمل هيك، من هون بتحسي حالك انك انت بلشتي تنوي صح وبلشت النيه عندك تشتغل بطريقه ايجابيه. بس اهم شغله على طول لما انا بدي اشتغل بموضوع النيه، هي شو هي النيه؟ النيه اول شيء بينك وبين حالك، فانت اشتغلي فيها بينك وبين حالك، ما في داعي انا فورا طلع على الغير مشان ما انا اتخربط بالقصص اللي حيقولوا لي اياها. لان شو بيصير عندك؟ بتجي انت بتحكي مثلا انا ناوي اعمل مشروع، بيجي حدا بيقول شو بدك فيه، بلا ما حينجح، بلا لك اياها، شوفي فلان شو عمل معه، شوفي شهاد شو صار معه، شو بيصير عندك النيه؟ وقت بيقولوا لك النيه تزغزغت او النيه خلص ما عاد ظابطه، ليه؟ لانك انت كنتي ناويه ومعتمده على هذا الشيء وبدك تفوتي فيه، بيجي بقى حديث الناس شو بتعمل لك؟
بتنزعلك هذا الشيء، فانت بتصيري بتفوتي على الموضوع اذا انت ناوية عليه صح بتفوتي، بس شو صار عندك؟ صار عندك تردد لانه انت اخذتي اجباري من اراء الناس، فانت بتكوني فايته وعندك نقطه هالخوف انه معقول ما حيصير مثل ما قال لي فلان، معقول حيصير، فهون بتحسي حالك انت بالفعل دخلتي بالموضوع وما نجح. ليه؟ لانه خلص صار في شيء سلبي دخل على الموضوع. لما بدك تنوي انوي بصمت، انوي بينك وبين حالك، ادرسي كل الامور بينك وبين حالك، لما بتلاقي الموضوع صح 100% بعمله وبدون ما حدا يعرف. هون بيكون عن جد ارسلتي او جذبتي النية صح وارسلتي طاقات النية صحيحة 100%. تمام، خلينا نرجع لفكرة انه دائما نحن عندنا مخاوف من انه تزبط ولا لا النية اللي نحن ناويينها. اليوم كيف فينا نحن نحفزها لهي النية بيننا وبين حالنا؟ بما انه ذكرتي انه خلي نيتك بينك وبين حالك، زبط امورك بينك وبين حالك بعدين تلقى للعلى. خلينا نحكي نحن بيننا وبين حالنا، خاصة يمكن هلا عم نمرق بظروف ما لنا بايدنا، وضع ما لنا قادرين نسيطر عليه، كل شيء عم نعمله يمكن ما عم نعمله على اكمل وجه بسبب وضع نحن مو بايدنا. خلينا نحكي هي النية نحن كيف فينا ندعمها حتى لو تشوشنا بافكارنا، كيف فينا نلغيهم لهالتشويشات؟ تماما، هلا حكيتي شغلة كثير مهمة اللي هي انه وضعنا او القصص اللي عم نمرق فيها، نحن مشكلتنا صاير محور حياتنا او اكثر شيء بنفكر فيه هو السلبي. ما عم نطلع على النص المليان من الكاسه، عم طول عم نطلع على الشيء السلبي وعم نضل نشتغل عليه. صدقوني يا جماعه لما نحن بنضل عم نكرر السلبي، اني انا مالي مبسوط، اني انا تعبان، اني انا، هي مثل المسبحه حتكر وما ابدا ابدا نشوف شيء ايجابي ابدا، لان نحن عم نجذبه لانه طب انا لو في شيء سلبي وما في حياه بالنهايه كامله انه هي تكوني انت حياه رواء وكلها تمام وماشيه مثل ما بدك. لا، الدنيا يوم هيك يوم هيك، بس نحن للاسف تعودنا انه اليوم اللي بيمرق حلو ما نحكي فيه، تعودنا على طول نحكي على الشيء السلبي، عقلنا الباطن تعود على السلبي، فانت بتضلي كل وقتك عم تحكي هذا ما زبط وهيك صار معي وطلعت لهون. طب ما في داعي، صار معك وضع او صار معك موقف سلبي ما في داعي ضل احكي فيه، ما في داعي نام عم فكر فيه وما عم فكر فيه، انت كل مالك عم تجذبي القصص لك. خلص صار موضوع، بقول خلص صار، خلصنا منه، اقلب الصفحه لشوف بكره شو حيصير، الجاي افضل، بدنا نشتغل على هذا الموضوع، ما يضل عنا افكار سلبيه ببالنا ونضل نرددها ونضل نطلع نحكي فيها. طول ما انا عم نردد، طول ما انت عم تجذبي السلبي لك. في حال لقيتي انت صعبه اني انا ما عم بقدر اتخلص من هذا الموقف السلبي اللي صار معي او هذا الموضوع، شو بعمل؟ في تمارين معينه نحن بنفرغ فيها العقل الباطل اذا كان كثير مخزن بعقلنا معلومات، هي انه نكتب على ورقه بيضاء، نكتب بقلم اسود الافكار السلبيه اللي هي زعجتنا ونحرقها. مجرد ما انت كتبتي وحرقتي، انت اعطيتي للعقل الباطن انه انا ستوب، هالفكره ما عاد بدي اياها. هذا تمرين كثير فعال فينا نحن من ثالث مره نعمله، تحسي حالك انه عن جد بلشتي تتخلصي من فكره ورا فكره. حتى اولادنا بالقصص اللي ما بيحبوها فينا كمان فيهم، او اللي ما بيحبوها فيهم كمان هن يكتبوها على ورقه ويحطوها ببوكس حتى تروح هي الافكار، يعني هي تمرين للكبار وللصغار. تماما، فينا نحن خليهم يشقها مثلا، يكتبها ويشقها، واذا فكره كثير حلوه بيحبها وحابه انت تحفزيه عليها وتشتغلي له عليها، خليه كمان يكتبها ويحطها قدامه، يعملها مثل هيك موديل كثير حلو ويحطها قدامه وقولي له على طول اقراها، على طول خليك عم بتردد. ليه؟ لانه نحن عم نعمل تحفيز للعقل الباطن على الافكار الايجابيه اللي لازم ندرب حالنا عليها، يعني نحن على طول نغير شوي بالفاظنا ليكون نيتنا صح وليكون جذبنا صح، انه على طول نبلش لا نهارنا حلو الجاي افضل. مجرد ما انت رددتي صدقيني حتبلش الامور تزبط معك، بس لا تقولي لي انا عملت اول يوم وثاني يوم ثالث يوم وما استفدت وضل السلبي، ما في شيء بيصير بيوم وليله، ممكن بعد شهر تبلشي تلاقي هي النتيجه الايجابيه اللي انت حابه تشوفيها. نعم، يعني بمختصر الكلام كنت عم تركزي غاليه على عزل او انتقاء الالفاظ لما بدنا نحن ننوي على اي شيء، ودائما نحاول نحفز عن حالنا بطريقه ايجابيه، نواجه يمكن المخاوف او الاشياء اللي خايفين منها لما بدنا نقدم على اي عمل. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا لليوم. تسلمي لي حبيبتي.